إذن أعزائي المشاهدين، أولى اللقاءات بين الشوطين بفريق الجالية اليمنية وأبناء المجد هنا عبر قناة خالد بيزيدان الأستاذ عبد الله الإنصاري إداري فريق الجالية اليمنية. شوط المباراة الأول انتهى بنتيجة سلبية 0-0. أستاذ عبد الله الإنصاري، انطباعك لشوط المباراة الأول؟ والله الصلاة والسلام على سيدنا محمد. الشوط الأول والله صراحة الفريقين جالسين يجسوا نبض بعض، يعني هذا اللي باين، وما فيش يعني عارف ما فيش تكتيك، بس إن شاء الله بين الشوطين حيكون في تكتيك. حنحاول إن احنا نكلم الشباب عندنا يلعبوا مع بعض أكثر، وإن شاء الله بإذن الله إن احنا نقدر نجيب الهدف ونتأهل لدور الثمانية بإذن الله. أستاذ عبد الله، ألقيت كلمات لفريق الجالية اليمنية، إيش تغيير الخطة صارت أو تبديل، في تبديلات في اللعيبة الآن؟ والله تقريبا الآن ما في تبديل، لكن إن شاء الله ماجد حينزل، ماجد داود حيتغير حينزل الملعب، وإن شاء الله بإذن الله يكون في أحسن أداء، أحسن من الشوط الأول، وبإذن الله إنه إن شاء الله نحاول إن احنا نسجل هدف قبل ما هم يبغتونا بهدف برضو، لأنه الفريق اللي قدامنا مرة ممتاز ومنظم ويلعبوا كورة حلوة، لكن إن شاء الله احنا شبابنا كانوا في ارتباك في الخلف، لكن إن شاء الله احنا عدلنا بين الشوطين وتكلمنا معهم إنه ما يحاولوا يلعبوا كورة بينية بينهم في الخلف، وإن شاء الله بإذن الله أن احنا نقدر نقدم شوط ثاني أحسن، نمتع فيه الجمهور اللي حاضر، جمهور كبير ويستاهل أنه يتمتع في الدورة دي بإذن الله. شكرا لك سلام. الله يعطيك العافية. أستاذ عبد الله الإنصاري إداري فريق الجالية اليمنية، مباراة أو شوط أول عفوا انتهى بنتيجة سلبية، وعد أن ستتبدل النتيجة في شوط المباراة الثاني، هل من هدف يا سادة؟ ستشاهدون المباراة والتغطية ستتواصل، كونوا معنا.